سعيده بيها جدا، لان انا من سكان فيصل بقالي اكتر من 20 سنه، واول مره اتفاجئ بيها النهارده حقيقي، لان انا رايحه ارض المعارض. يعني لو فوق الارض بوصل ارض المعارض مش اكتر، مش اقل من ساعتين ونص، هنا بالظبط تلت ساعه او ربع ساعه بكون وصلت هناك. والله هو المحطات الجديده وفرت وقت كتير للطلاب. هو قبل كده انا كنت باجي مواصلات من كوميه من امبابه بالظبط، فكنت بركب حوالي مواصلتين او ثلاثه، فالمترو بالنسبه لي ان انا بركب من كوميه لحد هنا على طول من غير ما ابدل او من غير تعب. انا ساكنه في احمد عرابي، عشان اجي جامعه القاهره كنت بركب مواصلتين، بس دلوقتي بركب مواصله واحده المترو، ده بالنسبه لي امن كمان من اوبر وكده. المحطات الجديدة على مستوى عالي قوي من النظافة والجودة. ابتديت ان انا اركن عربيتي واخد المترو من اقرب مكان لمكان شغلي، فالمترو بديل كويس قوي للعربيات. لا، المحطات الجديدة وفرت معايا وقت ووفرت معايا مجهود. يعني انا ساكن في بلاق، كنت بروح البحوث اركب من هناك، فهنا اقرب ليا وكمان وفرت عليا وقت. انا شغلي في مثلا في مدينة نصر، فبتوفر عليا وقت ومجهود. محطة جميلة طبعا، وسهلت كتير ووفرت علينا كتير جدا. يعني أنا من ضمن الحاجات كنت باجي دلوقتي طالع جاي من المنيبة رايح النزهة، فكنت بضطر أنزل العتبة وبغير من العتبة، فالموضوع بالنسبة لي صعب جدا. لا جميل ما شاء الله، يعني ما شاء الله دي حاجة جميلة جدا، والبلد في التطور مستمر يعني ما شاء الله. إنجاز عظيم، المحطات الجديدة حاجة جميلة، ديزاين جميل، كل حاجة يعني بتعبر عن قد ايه احنا في تقدم. اكيد بتوصل من وسط البلد لمصر الجديدة، ومصر الجديدة لأقرب محطات يعني لأكتوبر الشيخ زايد وكده، يعني سهلت على ناس كتير طبعا. هو أمان بصراحة، ويعني مشروع ممتاز. جامعة القاهرة وفرت وقت عليا كتير جدا، ان انا كنت بركب من العتبة وبحول لحد من عدلي منصور لحد النزهة، وكنت باخد وقت طويل جدا. من جامعة القاهرة بقى لحد النزهة على طول مريحة جدا ومكيفة ونظيفة وآمنة وفظيعة. الخدمة جميلة والمحطات حلوة، والواحد رايح مصر الجديدة ومكيف في الحر ده، فحاجة كويسة. حتى بصراحة جميلة جدا وما شاء الله، يعني حاجة فوق الوصف. وسكان بولاية الدكرور دلوقتي ده المترو هو بيسهل لي كل حاجة، دقيقة واحدة أوصل للمحطة اللي أنا عاوزها. قبل كده طبعا كنت بركب مواصلات، بس في الوقت ده وكنت رايح اركب مواصلات قبل ما اشوف المحطة، بس وقت خروج الموظفين والدنيا تبقى زحمة جدا جدا بره على الاسفلت، فالدنيا هنا اكيد افضل بكتير. المترو بيوفر وقت كتير جدا، وغير الوقت مجهود في الحر اللي بره بيكون هنا افضل. الخط الاخضر كله حلو، ورابط يعني بين اماكن كتيره قوي في الجيزه والقاهره. هو بالنسبه لي افضل من الميكروباصات هنا جوه المكان، جوه محطه دولاق. يعني حتى انا ممكن ابني يخليه يروح النادي لوحده. كنت بركب مواصلتين، انما دلوقتي بتوفر مواصله واحده، احسن طبعا من ان انزل من العربيه. غير طبعا المكان كويس تقعد فيه براحتك، غير بقى المواصلات حتى لو معاك اطفال وزحمه بولاق، فبتلاقي توفير وقت جامد جدا. خدمت شارع ناهيه، وخدمت بولاق الدكرور، وخدمت اهل امبابه برضه. ده انا مثلا المشوار اللي انا ممكن اروحه دلوقتي في نص ساعه، كنت الاول اروح في حوالي ساعتين ساعتين ونص، فوفر عامل الوقت جامد قوي. محطه جامعه الدول من ضمن المحطات اللي انا مستنيها بقالي سنتين ونص. انا كنت الاول بركب بنزل وسط البلد واغير ناجي هنا، هي ساعدتني كتير بصراحه. المترو لا حاجه عظمه، في ادميه كده تحط التيكت تلاقيه باب فتح لك، فعلا هي دي مصر. انا صدقني بمشي اقول الله هي دي مصر. في كل المواصفات العالميه، انا مشيت خطوط عالميه كتيره، مشيت المانيا، مشيت ايطاليا، مشيت دول اوروبيه كتيره. هذا الخط بصراحه ينافس الخطوط العالميه من ناحية الجودة، من ناحية إجراءات السلامة، التزام بالمواقيت المعمولة على الشاشات.